صباح الخير عليكم مرة تانية، ونكمل معاكم هذا الصباح. وهنبتدي اول حواراتنا بمشكلة الفترة اللي احنا عايشينها دلوقتي، امراض المناعة والحساسية وفترة تغيير الفصول وفترة اختلافات درجة الحرارة وتباينها من الصبح للظهر بالليل. طبعا كل الناس عيانين بما فيهم انا، والناس اللي بتخف بتاعي تاني، فيعني عايزين نصايح بكثافة، وياريت تبقى على قد الايد بقدر الامكان برضو، ومراعاة للظروف الاقتصادية. ومفيش احسن من دكتور مجدي بدران انه يفيدنا في هذا التخصص وهذا المجال. صباح الخير يا دكتور. صباح الخيرات والف سلامة لحضرتك. والله يعني احنا كتير الف سلامة لكل الناس كلها عيانة دلوقتي اللي اصيب في بدلات البرد في هذه الفترة. طبعا دكتور مجدي بدران استاذ المناعة والحساسية عضو الجمعية المصرية للمناعة. طيب نبتدي بال يعني اختلافات درجة الحرارة اللي في اليوم الواحد، واللي عادة احنا بنستقبلها بتغيير نمط اللبس او الهدوم مباشرة، لان ما بنستحملش حر. بس هنعمل ايه بالذات بالنسبه للاطفال؟ يعني برضو الاطفال ما بيستحملوش اي الخنقه والحر والصوف لو ارتفعت درجه الحراره. ايه بقى التعامل الامثل، او ايه حتى الاطعمه بتقلل الاحساس بالحراره؟ دخلنا فصل الربيع مش الصيف، يبقى ما ايوه صح، ما ينفعش ابدا الاقي ناس ماشيه في الشارع لابسه ملابس صيفيه سواء في البيت او في الشوارع، واللي هيضطر عايز يلبس ملابس صيف ياخد معاه جاكيت، لان ممكن في اي لحظه الجو يتغير وهكذا. يبقى دي اول غلطه بنعملها، خصوصا عند الشباب الصغيرين والاطفال، ان هم فاكرين الدنيا صيف. اللي ما بيسمعش الكلام تعب للاسف. يبقى محطاط ونحترم كلمه نشره جويه، ومفيش داعي ابدا ان احنا نهمل صحتنا. وعايز الناس بشكل عام يبقى تتميز. في واحد يقول لك مثلا ده بيغسل اسنانه، ده بيهتم بشعره، ده بيهتم بالنظافه. انا عايز المصريين بشكل عام والعرب يهتموا بما يسمى الانماط الصحيه المناسبه والحياتيه، الانماط الحياتيه الصحيه المناسبه للعصر اللي احنا فيه. مش عايز واحد يهمل في نفسه، مش عايز واحد ما يهتمش بالتغذيه او الوقايه، مش عايز واحد ما يهتمش بما يسمع النشره الجويه اساسا الذي قبل ما ينزل او قبل ما ينام. هو مهم طبعا. طيب نبتدي بالاساليب
يعني قليلة الصرف الاقتصادي، يعني قليلة القيمة الاقتصادية اللي ممكن الواحد يعني يعملها في البيت ويقي نفسه قدر الإمكان. بس أنا عايز أقول الخطر دلوقتي، الأخطار اللي موجودة دلوقتي بعد إذنك، يعني الأخطار اللي دلوقتي موجودة وفي حاجات جديدة. هي الناس فاكرة فترة الربيع بتبقى كلها وردية وهكذا، لا، فترة الربيع فيها عمال منطقتنا منطقة العربية فيها رياح شديدة جدا، منطقة الخليج بيسموها الهبوب او الطوز، واحنا عندنا الخريق الخماسين. الفترة دي كلها من فبراير لحد نص يونيو بيبقى عندنا كميات كبيرة جدا من الاتربة، والعالم كله فيه اتربة، عندنا حوالي 5 بليون طن في العالم كل سنة بتلف. أيوه. الاتربة دلوقتي بقت زي زمان، الاتربة فيها مكوناتها فيها عصيات وفيها رمل وفيها غبار وفيها كمان ميكروبات، والغريب ان الاتربة دلوقتي وامجاد الخماسين خاصة بيبقى فيها 100 نوع من الفطريات تحتها خط، وفيها فيروسات وفيها بكتيريا وفيها سمين بكتيريا وفيها مسببات للحساسية، هتصيب بعض الناس بمشاكل، خاصة النص الشعب تقريبا عنده حساسيات، هتلاقي حساسية الصدر 10% على الاقل والانف 20% واشياء اخرى عين او جلد، دول كلهم بيبتدوا يتعبوا في الفترة دي بقى. حبوب اللقاح اللي احنا مش هننساها، الحاجات دي كلها بتلاقي حبوب اللقاح موجودة في ملابسنا وفي فراشنا وموجودة في شعرنا، واحنا مش واخدين بالنا وبنخرج بالنهار ومش عارفين امتى الاوقات الخطرة لحبوب اللقاح اللي هي من الفجر لحد الساعة 12 الظهر والاكثر من 10 ل 12. لو عرفنا الحاجات دي كلها وعرفنا ان في ملوثات في الاتربة من ضمنها بقى الجديد اللي هتكلم عليه دلوقتي الرصاص. الرصاص موجود ليه؟ في بطاريات مرميه في الشوارع، في لعب قديمه، في مكياج قديم، في في طلاء قديم، في بعض الوقود، ففي مواسير قديمه كان فيها ميه، فالرصاص موجود في حياتنا بيعمل لي مشاكل، مشاكل في الجهاز العصبي ومشاكل في الكلى ومشاكل في القلب ومشاكل الانيميا، ويأثر لي على الذكاء. الجديد بقى جدا 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 ان ممكن يبقى عندي حساسيه للرصاص، والاحدث منه كمان ان ممكن الرصاص يزود الحساسيات لاشياء اخرى، يبقى وجود الرصاص في التراب دلوقتي هيزود حساسيه التراب عند البعض، وممكن يخلي الناس يبقى عندها عصبي، ممكن مش حساسيه زي اللي احنا عارفينها، ممكن تجيب تسمم عصبي. تسمم عصبي نتيجه الفطريات، حوالي 80 نوع من الفطريات يعملوا له حساسيه مع وجود الرصاص عند البعض، فهتخلي الطفل يبقى عصبي وعدواني ويقل ذكائه وتركيزه، ويبقى الواحد عنده اضطرابات قلق وممكن اكتئاب كمان في الفتره دي. تمام. طيب ايه المواد التبعيه اللي بتنصح بيها وبتناولها في الفتره دي؟ الفتره دي احنا هنكتر من حاجه سهله جدا، ايه؟ اغذيه الموسم. واغذيه الموسم كلها انا موافق عليها، بس في اشياء كثيره جدا هسال الناس اقول له انت عارف فيتامين سي؟ عارف فيتامين الف؟ عارف اضرار التدخين ايه عليهم؟ وهكذا. يبقى فيتامين سي الناس لسه فاكره ان فيتامين سي في الليمون، لا، عايزين نصحح المعلومه ونقول ان احنا محتاجين فيتامين سي ليه الاول؟ انا محتاج فيتامين سي لما الواحد كان مضاد الاكسده. بيساعد ان هو بيقلل من نزلات البرد، بيساعد ان هو يقلل من ازمات الرب. فيتامين سي قال لي في حياتنا لاننا بناخد حاجات مبستره او مغليه او سخنه او حاجات مركوده، ففي حاجات كتيره جدا في حياتنا بتخلينا اخد زيرو فيتامين سي. فيتامين سي المفروض اخده يوميا، لو حد دخن قدامي سيجاره واحده بس وانا اصلا ما بدخنش هيكسر عندي 25 مللي جرام فيتامين سي، يبقى رصيد صفر على اخر اليوم لو سيجارتين بس شميتهم. يبقى الحوامل برضه محتاجين فيتامين سي، فيتامين سي مهم جدا، لو قل خلال الحمل يؤدي الى التخلف العقلي، يؤدي الى نقص الذكاء. فيتامين سي برضه بمنظور النظر دلوقتي مناعيه محترمه جدا، لانه مضاد للاكسده. يعني ايه اكسده؟ يعني انا ماشي في الشوارع تعرضت للاتربه بالكلب دلوقتي، القاذورات والاوساخ والرصاص وغيره وغيره، الحاجات دي كلها ما تدخل عندك تقلل المناعه، اوكي، هتزود السرطان، اثنين هتخلي التهابات تزيد، امراض مزمنه تيجي، ممكن بقى عند المخ تخليني اكثر ملل للتعب وتيجي مشاكل في المخ واكسده، وان انا انسى والشوارد الحره تدمر الخلايا او تهتكها. يبقى انا محتاج فيتامين سي او مضادات الاكسده يوميا. ابسطها هيبقى فيتامين سي هلاقيه فين؟ دلوقتي موجود في السوق المصري الجوافه. يبقى لازم يوميا جوافه. الجوافه 100 مللي جرام فيتامين سي هتديني 228 مللي جرام من فيتامين سي، وانا عايز حوالي 58 في اليوم، يبقى نسبه كبيره جدا. بعد الجوافه بيبقى الكيوي، في كيوي نوعين من الكيوي، في الكيوي الاصفر 150، وبعد كده في الكيوي الاخضر حوالي 90، بعد كده بنزل على طول بعضهم البروكلي. البروكلي في 87 مللي جرام، تنزل بعد كده الفلفل بالوان 3 و4، في البرتقال دلوقتي موجود في مصر دلوقتي 80، بعد كده الفراوله 60، بعد كده البرتقال 50، بعد كده الليمون 40، اليوستفندي 26. يبقى دلوقتي لو معايا فلوس
وعايز اقتصد، لو انا عايز مصلحه اولادي، لو انا عايز حد عندي وعايز اقلله من فتره البرد والانفلونزا، لو انا عايز انقذ نفسي عشان انا ما خدتش مضاد اكسده او فيتامين سي، على طول روح هات الجوافه او الكي او البروكلي او الفلفل الملون. دي مهمه قوي. مهمه كمان ان احنا بنجيب البطاطس، البطاطس فيها فيتامين سي، بس عشان اسيل البطاطس كويس جدا يبقى يفضل نغلي الحاجه احط البطاطس في الاخر. يفضل احط البطاطس بقشرها. لما تحط البطاطس بقشرها ده ممكن الحجم الكبير ممكن يوفر لك 30 ملي جرام فيتامين سي تحت القشره، يبقى جميل جدا وما تطولش النار عالي قوي. بالطريقه دي لو انا خدت فيتامين سي يوميا حتى جلدي مش هيعجز. ليه؟ اصل فيتامين سي هم جدا للكولاجين، مش بس للجلد، ده النسيج الضام في الجسم كله بيبقى عايز كولاجين. يبقى الكولاجين ترجمته باللغه العربيه النسيج الذي يلصق، يبقى ترجمته معناها لاصق، لاصق طبيعي. أيوة. يبقى حاجه بلو. يبقى ده اللي هيخلي الخليه لازق في الخليه وما تبعدش عن اختها كولاجين فيتامين سي. قلل الفيتامين سي الكولاجين يتقص. عشان كده الستات لما بيتجوزين ناس بتدخن او مديرها بيدخن قدامها بتلاقي بتكرمش بسرعه، تجاعيد الوجه بيزيد 5 مرات مع واحد بيتعرض لتدخين وما عندوش فيتامين سي يبقى عنده كرمشه وهكذا يا اخوخه. نبقى كده. في برضه حاجات مهمه جدا على فيتامين سي والمناعه. فيتامين سي هام للمناعه، فيتامين سي هام للخلايا المناعيه الاكوله التي تاكل الميكروبات فيروسات وبكتيريا وتلتهم الخلايا المريضه والخلايا الميته وتنظف الاماكن. ولكن مشكله بقى الاسبرين، بقى الاسبرين الناس بتاخده بعضها احيانا، الاسبرين هيزود الحساسيه يبقى مشاكل الجيوب الانفيه، بعض الناس ممكن يجيب لك ضيق في الشعب معاه. فيتامين سي يقلل خبر فيتامين سي يقلل من دخول الاسبرين. الاسبرين خبر جميل جدا، الاسبرين يقلل من دخول فيتامين سي الخلايا المناعيه خطيره. مش بس كده، كمان يقلل من امتصاص فيتامين سي، يقلل من خروج فيتامين سي في البول، يقلل من نسبته. يبقى دي مهمه جدا. ولو فاكر حضرتك في 1918 الناس اللي ماتوا من الانفلونزا، وباء الانفلونزا الاسباني، ناس كتير جدا حوالي 40 50 مليون ماتوا. احد الاسباب اللي بيقول لك الناس كانت بتموت ليه؟ كانوا بيستخدموا زمان كميات كبيره من الاسبرين. فابتدوا يقولوا لا، احتمال الاسبرين هو اللي خلى الناس حرم من فيتامين سي وخلى المناعه تقل عندهم، واحد الاسباب اللي خلت. اضافه ان الاسبرين مع الفيروسات ممكن يموت، زي يعمل مشاكل في الكبد او مشاكل في المخ. فاسبرين او مضاد حيوي كمان مع فيروسات ممنوع تماما تماما. واغلب امراضنا دلوقتي 95% مضاد الحيوي، بس احيانا المضاد الحيوي بيبقى ضروري عشان الاحتقان الدور. يعني طب نعرف كده ايه اللي هيخلي حضرتك دلوقتي عندك احتقان في الحل او في الوقت ده؟ فيروسات، في 200 نوع من الفيروسات ممكن يعملوا نزلات البرد دلوقتي اضافه للانفلونزا. يبقى انا لو انا عايش في القرن 21 واستخدم مضاد حيوي مع فيروس انا عارف ان هو يعمل لي رشح او التهاب درجه حراره بسيطه او التهاب في الحلق او التهاب في الاذن او التهاب شعر بخبر شويه كحه، وانا عارف ان ده فيروس، يبقى ده خطا كبير وجهل مني انا، بضيع فلوس على الفاضي الوقت والجهد والمال. يقول لك بس انا دخلت بخف. انت بتعتقد ذلك، انت بتخف اما جهاز المناعه بتاعك يتخلص من الفيروسات الغازيه. لو انت كويس خد لك 10 ايام اسبوعين، لو انت عندك نقص مناعه وعندك حساسيه وعندك رب ممكن ياخد 21 او شهر شهر، لو انت لازم تداوم هياخد شهر. يبقى خلي بالنا احنا اتعودنا ان احنا بناخد مضاد حيوي عمال بطال، وجلبعت المضاد الحيوي عملت لي مشاكل كثيره جدا في العالم من ضمنها انها قللت الحساسيه، قللت المناعه عفوا، قللت المناعه، زودت الحساسيه بشكل عام، خلت الحيوانات تزيد في الوزن، بيحطوها في البقر والاسماك وفي حجم عند الاسماك زاد. فدلوقتي اصبحت الماكولات كمان فيها مضاد حيوي، وده اثر علينا كويس. وبعد كده كمان جه عندي وبيت هو البكتيريا بيروح ضرب كمان ما يسمى البكتيريا النافعه، لما يكتب البكتيريا النافعه يقتلها ويكبتها، يقوم تزيد عندي البكتيريا الضاره وتزيد كمان ايه المساحه الخاليه للفطريات زي حاجه اسمها الكانديدا. يبقى مضاد حيوي عمال على بطال يزود لي الكانديدا في مستعمراتها في جسمي، يزود لي حاجه اسمها الاوتيزم. يبقى دايما الناس اللي بيجي لها اوتيزم دلوقتي اغلبهم خد مضاد حيوي في اول سنتين قبل من فتره الرضاعه، وده خطر كبير جدا. اصبحنا بنحذر تناول المضاد الحيوي عمال على بطال يزود من نسبه الرب ويزود من الاوتيزم في المجتمع. هو فعلا غلط، بس احيانا بيبقى يعني الطريقه الوحيده للتغلب على احتقان الزور. لا. طب الحاجات الطبيعيه اللي هي ما قلنا فيروسات، ايوه ما طب بس المناعة.
ايه اللي في المناعه؟ طب ما في حاجات ضد الفيروسات كبيره جدا طبيعيه. عندك الثوم، اين هو الثوم؟ ضد الفطريات، ضد البكتيريا، ضد الفيروسات. جميل جدا، رافع مناعه، في 16 مضاد الاكسده، منع للسرطان، جميل جدا. مش عايز الثوم، خد البصل، البصل كله ولونيه. طيب فيتامين سي، ايه الاطعمه اللي فيها فيتامين سي ومش معروف ان فيها فيتامين سي؟ يعني ما بيستخدموش، احنا 87، وبرده الكيوي ما بيستخدموش كتير جدا. الكيوي بس يمكن عشان اقتصاديه، البروكلي والكيوي مش رخاص قوي. الفلفل الفلفل الوانه، الفلفل الاخضر يبقى في متناول. طب البقدونس فين؟ 133. البقدونس رائع، جميل، نفس الفكره. وكل حاجه خضراء ورا هتلاقي فيها بقدونس، وعند الفلوق، وعند الفلوق ايضا رفع المناعه، وهم جدا للانيميا والوقايه من مشاكل الخلقيه خلال الحمل. وكمان كل ما حمض الفلوق قل زادت معدلات الازمات الربويه، وكل ما زاد العكس. يبقى ده مهم جدا ان انا وضد السرطان. ما لو انا لونت المائده وحطيت فيها ورق اخضر كتير، بيبقى عندك فيتامين سي وفيتامين الف، وفي الياف كمان. الياف ايضا ترفع المناعه وتقلل النحاسيات وتقلل الوزن الزائد وتقلل امتصاص الدهون والسكر بعد الاكل. احنا ناقص عندنا كتير. بشكل عام في حاجه اسمها مركبات الفايتو. مركبات الفايتو تقريبا بناكلها 25,000، بس ممكن توصل اكتر من 30 أو 40. لو انا خدت الخمس الوان في السلطه انا ضمنت يبقى عندي 25,000 ماده تحميني حوالي 100 تريليون. 100 تريليون يعني مليون المليون 12,000، زيرو اس 12 خليه في الجسم من التهتك بس. كده لو خدت مركبات الفايتو في الخمس الوان. تمام. طيب ندخل بقى على احتفالات شم نسيم اللي جايه وكل ما يرتبط بيها من اطعمه ومخاطر احيانا. انا بص حضرتك، انا مع الاحتفال بالعائله الفرعونيه، مفيش مانع، وان احنا نحتفل ونخرج ونغير جو ونخرج مكان مفتوح. اي مكان مفتوح بالنسبه لنا مفهوش سقف، انا موافق عليه. ولكن الطقوس المصريه الخاطئه في شم النسيم انا مش موافق عليه. يعني انا مش موافق. هم بياكلوا فسيخ اعتقد، مش كده؟ هم كل المصريين بياكلوا فسيخ. لا 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 لا، بص حضرتك، لا فسيخ وسردين ورنجه، اللي هي الاسماك اللي مش واسماك اللي هي مملحه، يعني الحاجات المملحه او اغلب صناعتها بتبقى بطريقه مصريه، يعني بيستخدموا الاسماك النافقه. الاسماك اللي نفقت في مصادر المائيه. واحد ده مش المفروض يحصل؟ لا بيحصل. ومش عارف الملح اللي بيحطوه ايه، يبقى ملح سيء، ملح سياحات. ثلاثه ممكن يجيب لي سم اسمه سم البوتولينم ده، والسم ده بيموميت وبيستخدموه المخابرات الغربيه بتغتال الناس بسم البوتولينم ده. سم ده سر حرب البيولوجيه. يبقى الفسيخ ده حرب بيولوجيه بيستخدموها من حروب يعني معروفه دي. فده سم قاتل. هو بيجي بيعمل شلل، والشلل بيبقى قاتل، والعلاج بتاعه بيتكلف 80,000 أو 100,000 ومش موجود، ولازم اجري ومعرفش عشان الدوله توفره. يبقى خطا كبير جدا ان انا اخد الحاجه. اضافه للريحه بطريقه صنعها للاملاح الزايده اللي فيها، وانا رائس. يبقى دلوقتي عندك اصلا 26% من المصريين عندهم ارتفاع في ضغط الدم، شباب صغيرين كل شويه يقول لي عندي ضغط، وضغط الدم هيدخلني في قلب وكلى ومشاكل. 50% من سكان العاصمه، العاصمه بتاعتنا دي فيها ضوضاء كثيره جدا، ومفاهيم خاطئه كثيره جدا، وان الاوراق الحياتيه الصحيه في العاصمه سيئه جدا جدا. يعني المفروض انا لو بيجي نهجر العاصمه، العاصمه بترفع الضغط. هتسكن في القاهره، يبقى كل اسره فيها اربعه فيها اثنين عندهم ارتفاع في ضغط الدم، هنزوده ثاني بالملح الزياده وبالطرش والمخلل، وكمان فسيخ في شم النسيم. ناكل سمك ونشبع، انا موافق. هناكل سمك. السمك هام جدا للقوه الجسميه والفكريه، السمك هام للتقدم، وكل الشعوب المتقدمه في العالم، واحنا اصلا كنا بناكل سمك ايام الفراعنه، بطلنا مجال الاتراك، بدينا ناكل لحمه وهبر والكلام ده، وتعلمنا الحاجات دي. لا، احنا السمك رائع وانا موافق عليه، كله مشوي، مسلوق، صينيه، اي حاجه، بس ترشه لا. بعد كده برضه بيضم في الحاجات المفيده اللي بتنفعنا احيانا في شم النسيم، نحط عليهم ملانه والحمص الاخضر، انا موافق. الحاجات دي كلها مع الليمون بكميات كبيره، ده برضه بيدي مضاد اكسده، بيدي فيتامين سي، شويه بيصلح لو في تلوث او في ميكروبات. بس مش معنى كده ان انا بشجع كلمه فسيخ. طيب، يعني طبعا دي نصائح لازم ناخدها في الاعتبار. بيزود الحساسيه. بيزود الحساسيه كتير جدا في الفسيخ، في شم النسيم. دول بيبقى عندهم ازمات ربويه وملهاش حل، بيبقى في احتقان جدا في الشعب وبيعمل لي مشاكل. برضه من ضمن الحاجات برضه المهمه قوي في دلوقتي حبوب اللقاح. حبوب اللقاح موجوده. حبوب اللقاح موجوده ليه؟ لان احنا بلد زراعي، لان احنا اصلا عندنا رياح. حبوب اللقاح ممكن تيجي من مكان تاني، ممكن 60 كيلو 80 كيلو بتجيني. بتجيني
فتسقط، تسقط على الأسطح. يبقى لازم كلنا مش بقى نكنس، نمسح. يبقى نمسح الأسطح في المكاتب وفي في أي مكان، مصانع والجامعات، في البيوت وفي أي مكان في سطح. يبقى الترابيزة دي، الأرضية دي، وكل حاجة هلمسها بإيدي، حتى لو كيبورد أو ترابيزة، ترابيزة السفرة، أي حاجة همسكها بإيدي تتمسح عدة مرات في اليوم. يبقى أنا كده بقطعة مبللة بمية أو محلول مطهر، ده بيقلل من وجود الحبوب اللقاح في جسمي. بس هتبقى في حاجات تانية موجودة على الأسطح. إزاي؟ ملابسي، شعري. يبقى استحمى واغسل وجهي واغسل انفي واغسل عيني واغسل كل حاجه اتعرضت للهواء وانا ماشي. بعد كده كمان نشر الغسيل، نشر الغسيل بينشروه قلنا من الفجر لحد الساعه 12، لا بينشروه بعد 12 او العصر. ما احنا المعلومه دي بصراحه استفدنا بيها كتير حضرتك، وناس كتير استفادت منها واستفادوا فعلا. عملنا الحاجات دي كلها، اتبقى حبوب اللقاح اللي تدخل من تحت الباب وعند الشبابيك واللي موجوده في لعب الاطفال او في الحيوانات، عندي قطه اللي كان فيها حبوب لقاح على جلده وعلى فرجه وعلى الخروف على المعزه او كذا. يبقى خلي بالي برضو الحاجات دي كلها ممكن تعمل لي حساسيه حبوب اللقاح. هتعمل لي ايه؟ هتعمل لي عطس، انسداد في الانف، حكه، هرش يقول لك مناخيري مش عوطه، مناخيري نار، انا بنزل ضغط، انا بعطس، انا مش قادر، او بصحى الصبح اقعد اعطس، بقعد اعطس من الساعه كذا للساعه كذا. واحيانا يبقى في 40 نوع من حبوب اللقاح في الشهر الواحد. يقول لي انا بعطس مرتين يا دكتور، اما اصحى الصبح ولازم المغرب. يبقى في نوعين من حبوب اللقاح بيتوافروا مثلا في البيئه دي بتخليه. عشان كده حتى في المانيا رجع بيقول دلوقتي الشارع مش بيحط كل الاشجار من نفس النوع. يقول لك كل يعني كل مثلا بين 10 و10 متر يقول لك حط نوع ثاني من الشجر، عشان اللي عنده حساسيه من الشجر دي مش الناحيه الثانيه. يبقى شوف ازاي، يبقى ده مهم قوي. بيحسبوا حساب كل حاجه. انا بشكرك دكتور مجدي الحقيقه على المعلومات المهمه والمفيده واللي دايما بنستفيد منها. شكرا ليك دكتور مجدي بدران، استاذ المناعه والحساسيه الجمعيه المصريه للحساسيه والمناعه. شكرا ليك. لسه مستمرين مع حضراتكم في هذا الصباح، ونتحول بعد لحظات لنشرتنا الرياضيه. We'll be right back.